فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هذا سائل من فرنسا، يقول: عندنا في فرنسا في مدينة معينة شباب يكفرون الناس ويحتجون بمسألة العذر بالجهل، ويقولون: لا نعذر أحدا أبدا بالجهل. يقول: ما توجيهكم لهم في هذه المسألة وفقكم الله؟ تكفير لا يقوم به إلا أهل العلم، ما يقوم به إلا أهل العلم الذين يعرفون أسباب التكفير. ما كل نكفر الناس، هذا لا يجوز. الجهال والمتعالمون والأصحاب الأهواء ما يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم يكفرون بغير علم، ولا يجوز لهم يكفرون بالهوى. إذا كانوا يبغضون واحد يكفرونه، أو واحد ما هم من حزبهم يكفرونه، هذا كلام ما يجوز، حرام والعياذ بالله. إنما من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام، وحكم عليه القاضي بالردة، يصح الحكم من القاضي. أما كل يكفر، هذا لا يجوز هذا. نعم، ولكنك تحذر، يجوز تحذر الناس من هذه الأشياء، تنصحهم، أما تحكم عليهم بالكفر هذا لا يجوز. نعم، فضيلة، لأنك إذا حكمت عليه بالكفر يبي يترتب عليه جواز وجوب قتله، يترتب عليه أن امرأته تبين منه، يترتب عليه أنه لا يرث من أقاربه ولا يرثونه، وأن ماله يكون لبيت المال، ترتب عليه أمور هذا. نعم، تخرج مسلما من الإسلام وأنت جاهل، أو أنك عدو الله، أو أنه ما هم من حزبك، من الحزب الفلاني، ما يجوز هذا. نعم.